أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلابي نلتقي من جديد لنتحدث عن تطور الحياة الحزبية في الأردن. كنا طلابي في الحصة الماضية قد تحدثنا عن موضوع مهم أيضا ألا وهو الحياة النيابية. اليوم سيكون لنا حديث عن تطور الحياة الحزبية في الأردن. نقول طلابي بأن بداية الحياة الحزبية في الأردن منذ عهد الإمارة عندما تأسس حزب الاستقلال الذي شكل أول حكومة أردنية عام 1921. هنا طلابي سؤال يأتي وزاري، بأي عام تأسست أول حكومة حزبية في الأردن وانضم إليها بعض الزعماء الوطنيين في الأردن؟ نقول بأن بدأت الأحزاب في الأردن بصبغة قومية تدعو إلى قيام الوحدة العربية، وبعد ذلك ورفض بعد بلفور والهجرة اليهودية في فلسطين، ثم ظهرت الأحزاب ذات الصبغة الوطنية التي كان من أبرزها مطالبها آنذاك حصول الأردن على استقلاله، ثم ظهرت وانتهاء الانتداب البريطاني. ومن الأحزاب التي شكلها الأردنيون في عهد الإمارة حزب الاستقلال، حزب الشعب الأردني، وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني. نقول بأن الأحزاب الطلابية نشأت وتطورت على إثر الاستقلال عام 1946، ووحدة الضفتين عام 1950، وإصدار الدستور عام 1952 الذي سمح بتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات التي شاركت بدور فاعل في المؤسسات الحكومية والبرلمانية، مثل حكومة سليمان النابلسي، وازداد النشاط الحزبي الأيديولوجي الفكري في تلك المدة. هناك مرحلة للعودة إلى الحياة الحزبية لقانون 89، وتسمى هذه المرحلة مرحلة التحول الديمقراطي، لأنها شهدت إعادة انطلاق الحياة النيابية من جديد وإجراء انتخابات نيابية التي سمحت لأعضاء الحزب السياسي بالترشح للانتخابات التي جرت عام 1989، وشاركت بها مختلف أطياف الحزب الأحزاب السياسية في الأردن، وكان من أبرزها صدور الميثاق الوطني. أيضا طلابي صدر